الأخبار من ATV العدالة. وفيها: في قرار جديد، رخص قيادة الوافدين سنة بدلاً من 3 سنوات. وATV تفتح ملف التكحيص في شوارع الكويت. الكويت تستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة لإنتاج 15% من استهلاك الكهرباء. والبلدية تطلق المرحلة الثانية من حملة ديرتنا تستاهل لرفع مستوى النظافة في المحافظات. تقرير دولي يشير إلى أن الدينار الكويتي يتمتع بأعلى قيمة نقدية في العالم. وتتابعون أيضاً: تعادل القادسية والعربي يحصر المنافسة على لقب الدوري بين 3 فرق. ومن العناوين إلى التفاصيل: كشفت وزارة الداخلية أن صلاحية رخصة القيادة للوافد أصبحت سنة واحدة عند تجديدها وفق القرارات الجديدة للإدارة العامة للمرور بدلاً من 3 سنوات كما كان معمولاً بها في السابق. وقال ضابط إدارة العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد عبدالله أبو حسن أن صلاحيتها للعمالة المنزلية بمهنة السائق ستكون 3 سنوات. وذكرت تقارير صحفية المصدر إن إيقاف الرخص لمدة 3 أعوام تأتي عقب اكتشاف قيام بعض الوافدين بتجديد الرخصة ل3 أعوام ومن ثم استبدال المهنة، مشيرة إلى أنه في حال استمرار الوافد على نفس المهنة تجدد الرخصة دون أي عوائق، أما في حال تغير المهنة فتتخذ الإجراءات المتبعة. في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مدير عام المرور اللواء يوسف الخدة أحال إلى محكمة المرور 126 مخالفا، وتم حجز 2748 مركبة بكراج الحجز خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس. انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة عمليات الاستهتار والرعونة التي يقوم بها البعض للاستعراض بالسيارات، ما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر وقد يتسبب بحوادث مميتة. الزميل فهد الزايد سلط الضوء على هذا الموضوع بحثا عن الحلول الممكنة لردع هذه الظاهرة السيئة. والله نشوف بعض الحفلات العروس عندنا يقحصون، لكن الله يهديهم إن شاء الله، نتمنى لهم أنهم يتركون هالعادة هذه لأن هذه سببت عليهم مشاكل وحوادث. لو قاعد يقحصون الشباب صغار يطالعونه وتطير قطعة من السيارة، صارت في واحد من الجماعة طارت عليه قطعة من هذا، ضربت إيده ورجلة سببت لعاهة طويلة. فحنا نتمنى أن الله يهدينا وياهم إن شاء الله ويتركون هالعادة هذه لأن ما منها فائدة. يعني جاي تستانس، جاي تسوي حفلة، بالأخير يعني تنقلب عليك الفرحة إلى حزن وعلى شيء ما يسوى. يعني والله بعض الأولياء الأمور ما يدرون عنهم، وبعضهم الأمانة يدرون ومتغاضين عنهم. وقت لما يصير له حادث قام يشكي ويروح للأعضاء ويروح حق هذا يا ولا جماعة ساعدوني ساعد. وقت قلتهم السلم والرخاء ما له شغل فيه، وقت الحاجة يقعد يصيح ويبكي ولدي ولدي وهذا. بس قاعد يطالبون مثلا بكبس سيارة اللي يحس. تمنى عندنا. إيش رأيك؟ والله تمنى سووا في سلطنة عمان وبعض دول الخليج، وحنا تمنى الكويت يسوون نفس الشيء هذا، ويكون الغرامة على صاحب السيارة. يعني يدفع الغرامة نفسها، يدفع الكبسة هذه يدفع على حسابه علشان يكون عبر حق اللي يحتاج. الحين أول شيء نثقف الشباب، أول شيء نثقفه قبل لا يأخذ الليسن، نثقفه بعدين نعطي الليسن، إن هالأمور خطر عليك وعلى حياتك وحياة الآخرين. لا مو أسعى ليش عل اسحب سيارة وغرامة وخلاص انتهى الموضوع. والله هذا تربية، هذا انت وتربيتك، راضي ولا مراضي؟ فترة مراهقة بس وتعدي، تكبر تشوف اللي قاعد تسوي كله تفاهة وهذا، بس
مرحلة شباب يعني لازم تمر فيها مرحلة مراهقة، كل واحد مراهقته غير، واحد يبي يدوس، واحد يبي يقحص، كل واحد وميوله يعني عرفت؟ أنا أقول سووا اللي هم يبونه، شنو يبون؟ شنو وفروا لهم الأشياء اللي هم يحتاجونها، يبون حلبة، يبون كذي، تعدلون حلبتهم، أي شيء يعني. خط بدل لا تصير حلبة تي خله هو يبي خط، أربع ساعة بخط الوفرة سووا له خط. يعني قلل السعر يعني إذا هو بيدفع كذي خله يدفع أقل. تجذبه. ما انت تجي قاعد تجبره يسوي هالحركات. اعلنت الرئاسه العامه للحرس الوطني اليوم الاحد انطلاق فعاليات تمرين مراكز قياده الحرس سي بي اكس نصر 18 في معسكر سمو الشيخ سالم العلي الصباح برعايه وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، ويستمر حتى 3 مايو المقبل. وأكد الفريق الرفاعي أهمية التمرين في صقل مهارات القادة بالتخطيط على مواجهة الأزمات عبر تنسيق الجهود وتنمية قنوات الاتصال وتطوير القدرات في تنظيم المهام سواء في الجانب الأمني أو العسكري، وتقديم الدعم والإسناد لجميع جهات الدولة بكفاءة عالية للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة. أنهت وزارة التربية إعداد جداول اختبارات نهاية العام الدراسي 2022-2023 للمرحلة الثانوية كافة، وبانتظار اعتمادها خلال الأسبوع الجاري من قبل وكيل وزارة التربية رئيس عام الامتحانات أسامة السلطان. ويتقدم نحو 44,000 طالب وطالبة في الصف 12 لاختبارات الثانوية العامة في الفترة من 11 إلى 22 من يونيو المقبل في التعليم العام والخاص والديني والتربية الخاصة والمنازل. أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مطلق أبو رقبة أهمية تسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية للدولة المتعلقة بإنتاج ما لا يقل عن 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية ليكون من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة بالوزارة. تناول البحث مواضيع الطاقة المتجددة في الكويت والمشاريع الحالية والمستقبلية للجهات الحكومية وطريقة تنفيذها ومتابعتها. أعلنت بلدية الكويت بدء المرحلة الثانية من حملة النظافة التي أطلقتها في شهر مارس الماضي ديرتنا تستاهل لرفع مستوى النظافة في كافة المحافظات، وأكدت أن الفرق الميدانية في مراكز النظافة التابعة لإدارات النظافة وإشغالات الطرق في جميع المحافظات ستكثف جولاتها التفتيشية للحد من مخالفات النظافة في المناطق التجارية والاستثمارية والحرفية والصناعية والزراعية. وأوضحت أن الهدف من هذه الجولات الميدانية هو لرصد المخالفات ومتابعة أعمال النظافة من قبل مفتشي النظافة بنظام النوبات على مدار 24 ساعة في مراكز النظافة المنتشرة في المحافظات الست لمراقبة أداء شركات التنظيف والحد من المظاهر السلبية ومخالفات لائحة النظافة العامة. نظمت جامعة الكويت ممثلة بكلية الآداب مؤتمر المواطنة في العالم العربي بالتعاون مع المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية ويستمر يومين. وأكد عميد كلية الآداب بالإنابة الدكتور عبد المحسن المدعج في كلمة الافتتاح إن إقامة مثل هذا المؤتمر تسهم في ترسيخ مفهوم المواطنة بين الشعوب العربية وفتح آفاق علمية وأكاديمية تخدم المجتمع. أكدت وكيل وزارة المالية أسيل لمنيفي حرص الكويت على دعم عمل الهيئات المالية العربية المشتركة بهدف تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
وقالت عقب اختتام الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الرباط إن الكويت حريصة على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئات المالية العربية بما يحقق التنمية والرفاهية الاقتصادية للدول والشعوب العربية. وأشارت إلى احتضان الكويت عددا من الهيئات المالية العربية منها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وهو ما يبرز الدور الذي تطلع به سواء من ناحية مساهمتها برأس المال أو دعمها بالكوادر الفنية. قدمت السفيرة الشيخ زين الصباح ناصر الصباح أوراق اعتمادها سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الأمريكي جو بايدن. وأعربت السفيرة الصباح عن تطلعها إلى العمل على تعزيز العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين في مختلف المجالات. ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير صدر عنه حديثا أن تقديراته تظهر أن نمو اقتصاد الكويت تسارع إلى 8.9% ب2022 مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره. وأضاف في تقرير بعنوان دول الخليج قوية رغم الرياح المعاكسة أن المصدات المالية الكبيرة وأسعار النفط المرتفعة سمحت للكويت بالتعامل مع الإصلاحات المالية بشكل أقل إلحاحا، موضحا أن من شأن تطبيق سياسات اقتصاد كلي سليمة إلى جانب الإصلاحات أن يساعد في تحقيق نمو غير نفطي سريع والحفاظ عليه على المدى المتوسط. حل الدينار الكويتي على رأس قائمة موقع بروجرام أنسايدر كأقوى عملة في العالم متفوقا على الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني. وذكر الموقع أن الدينار الكويتي يتمتع بأعلى قيمة نقدية في العالم، فيما تعتبر الكويت واحدة من أكبر منتجي النفط عالميا، مما ساعد البلاد في الحفاظ على معدل مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، كما يرتبط الدينار بسلة عملات مما يساعد على استقرار قيمته ويلاقي قبولا على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعله خيارا شائعا للمستثمرين والمتداولين. أكد الجنرال محمد إبراهيم مدرب القادسية أن التعادل مع العربي في قمة مباريات الجولة السادسة للدور الثالث أبعد الأصفر بصورة كبيرة عن طريق المنافسات على اللقب، وابتعد القادسية بفارق 8 نقاط عن صاحب الصدارة نادي الكويت، وذلك قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، وهو ما يصعب من مهمة الأصفر للمنافسة على اللقب. وأضاف إن القادسية واجه العربي من أجل تحقيق الفوز للعودة لسباق المنافسة على اللقب، إلا أن التعادل صعب من مهمته. وعلى الجانب الآخر أكد أمين سر العربي فؤاد المزيدي أن فريقه أهدر نقاط الفوز أمام القادسية، مشيرا إلى أن الدوري ما يزال في الملعب. وزاد العربي رصيده إلى 42 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف عن كاظم الوصيف. وقال المزيدي إن فريقه كان الأقرب للفوز في ظل الفرص التي سنحت له، معربا عن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على التعويض لاحقا. وأضاف أن صراع الدوري مستمر بين الكويت والعربي وكاظمة، والمواجهات المباشرة بين فرق المقدمة ستحدد بصورة كبيرة وجهة اللقب.